معناها سياسه اللي متخذتها برشا دول عربيه اللي هما بسكيت نتاعهم من با حتى خلاو معناها من با عاونوهم من با وقفوا من با تكلموا في لي ميديا فريمون شيء اسف فريمون نحن معناها حاشمين ان طونك عرب اللي معناها حتى بلاد وحتى ما قامت ما خرجت على معناها علنا وعطات لافي نتاعها وضد الكيان الصهيوني. الناس كل خايفين ما نعرفش علاش خايفين. وعليه فإننا مستعدون إلى يعني أي ممارسة نضالية من أجل تحرير فلسطين التي يعني هي رمز للعروبة ولم تعد قضية عادية فحسب بل هي قضية عقادية يجب على كل مسلم يحافظ على يعني عقيدته أن ينتصر لهذه القضية وأن يناضل من أجلها. الملايين موجودة لكن الحكام عملاء الصف الأول الصهاينة للداخل هم اللي قاعدين يمنعوا فينا، ما نجمش نزيد حتى كلمة أخرى خاطر أخزر الحاكم كما موجود لا ما نعرفش، أما جيس حاجة واحدة بالحق شيء أنت كيف تراه واحد معناه يهز في صغاره بالطريقة ذيك في ساشي مش تقول؟ نقاطعوا المنتوجات هذاك هو اللي نجموا نعملوا بور لو مومون هذاك باش نجموا نعاونوا ربي معاهم وربي قلوبنا الكل معاهم ما نرقدوش الليل سون كومونتير. الشعب التونسي راهو مع القضيه الفلسطينيه والشعب التونسي مثله مثل بقيه الشعوب العربيه راهو بانتظار فتح الحدود. هنا نحب نوجه رساله الى القياده المصريه ممثله في الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، راي المناورات اللي قاعد تعمل فيها والنفاق اللي قاعد تنافق فيه في علاقه بالقضايا الفلسطينيه راهو ما عادش ينطلي على احد. صحيح مصر دوله مواجهه وصحيح نحن الجيش المصري ومصر نحبوها ديما يعني نحبوا نحافظوا على امنها القومي، لكن لا امن قومي لمصر مع ما يحدث في غزه ومع ما يحدث في فلسطين بعد جريمه البارح. المفروض وكما قالها الشهيد ابو منيار الزعيم معمر القذافي المفروض تتحرك آلاف الدبابات وآلاف المقاتلين والطائرات، شنو نعملوا بها هالهيبة وهالجيوش العربية الموجودة وأخوتنا وأهالينا في غزة صاير فيها مكاكة. جيت باش نعاون فلسطين ونعطي صوتي لفلسطين وربي ينصر فلسطين والأمة العربية، يا ربي مع فلسطين، يا ربي مع أخواننا في فلسطين والشعب التونسي معاهم وربي معاهم وربي معاهم. ربي ينصرهم وربي ينصر فلسطين وربي بعد علينا العدوان وربي يرحم الصغيرات البيبيات اللي مشي والشهداء أذوكم دمنا مشي دم ولادنا مساكن مشوا هكاك. يلزم يقفوا معاهم، يلزم الشعب يقف، يلزم العرب الكل تخرج، يلزم الكل نحطوا الليد في الليد ويلزم نوقفوهم 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 نوقفوهم. نترحم على شهداء غزة العزة، غزة الكرامة، غزة الصمود، الشجاعة، ونقول إن لله وإنا إليه راجعون. احنا اليوم خرجنا حبا وطواعين في هذا الشعب الأبي، الشعب المناظر. الكثير من المجتمع المدني خرج اليوم شبانا وشبابا. لا معناها لا احزاب ولا فصائل، كل يد واحده ننتظر الرد من المقاومه الاسلاميه في لبنان، ننتظر الرد من سماحه السيد. راينا ان القصف الاسرائيلي باف 16 وجميع معناها انواع الاسلحه المحرمه واسرائيل لن يحاسبها احد. اسرائيل ترتكب جرائم في حق الشعب الفلسطيني ولا احد يحاسبها. وننتظر الرد
معناه من السعوديين اللي يجمعوا في السلاح ويشروا في السلاح معناه من عند الامريكان ليحاربوا به شعب اليمن، وليس 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 معناه يحاربوا فيه اسرائيل الشعب معناه الصهاينه المغتصبين للارض الفلسطينيه، وانها لثوره حتى النصر حتى النصر حتى النصر. شباب ونساء واطفال وشيوخ يجتمعون اليوم في شارع الثوره للمطالبه بمسانده حقيقيه للشعب الفلسطيني ولمساندة لكل أبناء الأقصى، واليوم النداء وسقف الجماهير عالي في المساندة كعادة الشعب التونسي وكمطالب للشعب التونسي في دعم القضية الفلسطينية وفي دعم الحق الفلسطيني باختلاف انتماءاتهم للتعبير على موقف واحد، وهو أن القضية الفلسطينية هي أم القضايا بالنسبة للتوانسة، وللتعبير عن دعمهم للشعب الفلسطيني وإدانتهم للعدوان على الفلسطينيين. اليوم عشرات الآلاف في هذا الشارع الرئيسي في تونس اللي هو شارع الثورة ورمزية هذا الشارع، ولكن آلاف أخرى أيضا موزعين على كل المدن التونسية ينددون بصوت واحد بالعدوان الصهيوني على إخوتنا الفلسطينيين، ويعبرون أيضا بصوت واحد عن دعمهم لقضيتهم الأم اللي هي القضية الفلسطينية.